عبر منظور سردي معين ضمن قالب زمني متسلسل أو متقاطع أو هابط سرعة وبطئا، مع انتقاء سجلات لغوية وأسلوبية للتعبير عن رؤية ومرجعية معينة. وعليه فالشرط الكتابي من أهم الشروط التي تستدعيها القصة القصيرة جدا وتتبين فيها، وإذا انتفى هذا الشرط فإن النص يتحول إلى خاطرة أو كتابة انطباعية أو نثر فني أو شعر منثور. والقارئ لمجموعة عبد الغفور خوا يقف على هذه النزعة القصصية التي تسود نصوص المجموعات والقائمة على سرد حكائي يعتني بالحبكة السردية والنزعة القصصية ويحترم مكوناتها من استهلال سردي وعقدة درامية.